السلام عليكم طلبتي الأعزاء. اليوم هو الجزء الثالث من محاضرة رقم 5، واليوم راح يكون بعنوان Relation between binomial and normal distribution. قبل ما نبدأ محاضرتنا يجب أن ننوه لموضوع مهم. هذا الموضوع هو المفتاح لبداية الحل لهذه المحاضرة. في المحاضرات السابقة كان المفهوم المبسط لعملية النجاح والفشل هو أن الطالب ينجح في جميع الدروس، أما الفشل فهو لا سمح الله أن يطلع إكمال مثل ما يقولون بالعامية أو يرسب. لكن هل هو مفهوم النجاح والفشل بهذا المفهوم الضيق؟ طبعا أكيد لا. من الممكن أن يكون الفشل هو عدم تحقيق هدف معين نحن نرغب في الوصول إليه. بمعنى آخر، لنفرض أن الطالب يرغب بأن يكون معدله في السادس إعدادي 99، بالتالي في حالة عدم تحقيق هذا الناتج اللي هو 99 يعتبر الطالب نفسه أنه فشل. إذن النجاح والفشل هو عملية تطبيق عملي لهدف الغرض هو الوصول إليه. المنتج مثلا يضع هدف أن الهدر بالموارد الأولية مالته أو بالإنتاج يكون فقط مثلا 4% من إجمالي الإنتاج، فإذا أصبح الهدر مالته 7% فإذا هو هنا فشل. هو مو فشل أنه خسر كل مالته الإنتاج، لا، ما حقق الهدف المفروض أن يصل إليه، وبالتالي الهدف اللي كان 4% هناك أنه هو صار إيش؟ هو صار البي، يعني كأنه هو النجاح. مفهوم طلاب؟ انتبهوا علي بهاي المحاضرة شو راح نفسر. طلاب، النجاح والفشل هو مو فقط عملية انه رسب او جميع الانتاج مالته سيء، لا، هو هدف والغرض من هذا الهدف هو المفروض ان نقوم بعملية تحقيقه. أوكي، نبدي. If n is large and if neither p nor q is too close to zero, the binomial distribution can be closely approximated by a normal distribution with standardized variable given by. بمعنى هنا إذا كانت ال n كبيرة، أوكي، وإذا لم يكن الـ B ولا الـ Q قريبا من الصفر، هنا التوزيع الاحتمالي ذو الحدين من يمكن أن يكون قريب جدا من التوزيع التكراري الطبيعي من خلال تطبيق هذا القانون. شو نجي نكتب القانون؟ احنا القانون الطبيعي اللي لدينا هو Z يساوي لنا X ناقص ميو على سيجما. احنا هسه هنا نريد نسوي فد نوع من انواع العلاقه ما بين الباينوميال والنورمال. بالاصل الميو بالنسبه للباينوميال هو المفروض حسب هاي العلاقه اللي هسه حكينا عنها هو راح يساوي لي الميو بالنسبه للنورمال، وحيساوي لي هذا القانون. يعني إذا هسه لميو أنا أقدر أستخرجه من خلال قانون جديد اللي هو هذا الـ N. شو تمثل طلاب هنا الـ N؟ تمثل عدد الفعلي، العدد الفعلي للمشاهدة، والـ B هو خلينا نقول هو النجاح اللي اتفقنا عليه. أما بالنسبة للسيجما، أوكي، بالنسبة للسيجما هنا بالنسبة للسيجما للباينوميال حيساوي لي السيجما بالنسبة للنورمال ديستريبيوشن طبعا هو عبارة عن تحت الجذر الـ N في الـ B في الـ Q، وأيضا الـ N هو عدد المشاهدات الفعلي بينما الـ B هو النجاح والـ Q هو الفشل. بس مثل ما قلنا احنا الفشل ليس بمعنى
خسارة الإنتاج أو أنه الطالب إلا يرسب إلى آخره، وإنما هو مدى تحقيق الهدف الذي نرجو أن نصل إليه. فبالتالي من الممكن أن يكون البي اللي هو النجاح هو تحقيق الهدف اللي هو أني عندي مثلا 4% defective from my produce، الإنتاج مالتي الغير صالح بنسبة 4% هو هذا هدفي. فإذا حققت إذن هو شو يعتبر؟ هو يعتبر البي. أوكي، على هذا الحكي إذن بنرجع هسا نكمل. إذن من نجي نقول إذن بهذا الحكي إذن the approximated become better with increasing بالنسبة للN in practice. هنا أنا شنو عندي؟ The approximated is good when the N مضروبة في البي greater than 5 والN مضروبة في الQ greater than أيضا 5. هذا شو راح يحقق لي؟ راح يحقق لي إنه القانون راح ينكتب بهاي الصيغة اللي هي الصيغة اللي احنا راح نستخدمها في حالة إذا أكو وجود علاقة ما بين البينوميال and النورمال. فإذا الزيت اللي هو عبارة عن X ناقصا الميو على سيجما راح نعوضها ما يساويها، راح تصير القانون X ناقصا N في البي على تحت الجذر هو عبارة عن N في البي في الكيو. هذا كأنه هسه هذا هو القانون الجديد اللي وجود العلاقة ما بين البينوميال والنورمال ديستريبيوشن. بنجي للمثال الأول example 1. Find the probability of obtaining 3-6 heads in 10 tosses of a coin. هنا يقول لك هو احتمالية الحصول على 3-6 heads في من خلال 10 رميات لقطعة النقد. أول مطلب بالنسبة إلي هو إيش دريده؟ إنه أحاول من خلال using the binomial distribution. فمن أجي أريد أحل. إذن example 1 أنا إيش أحتاج؟ أحتاج الحالة الأولى using the binomial التوزيع راح من يكون راح يكون من 3-6 عدد رميات. فمن أجي أريد هسه أني أطبقه، أول شيء راح أكتب لازم أكتب القانون الخاص بمن بالباينوميال. نتذكر القانون اللي كنا نكتبه هو عبارة عن probability يساوي لنا مفكوك بالنسبة للN X. أوكي، الX كأيضا مفكوك N ناقصا X أيضا كله مفكوك في B مرفوع للX والQ N ناقصا X. ما دام هو دا يقول لي أنه الاحتمالية تكون من 3-6 معناته أنا بالأصل راح أستخرج الاحتمالية لكل من 3 الاحتمال الأربعة زائدية للخمسة زائدا الاحتمالية للستة، راح استخرجها واحد واحد ومن ثم نجمع قيمتها. راح نبدي بالنسبة للأول اللي هو الاحتمالية للثلاثة probability للثلاثة، طبعا x يساوي 3 يفضل نكتبها بالصيغ يعني x يساوي لنا 3. نجي هنا خلي نكتب المعطيات الموجودة عندنا. شنو المعطيات الموجودة عندنا؟ أنا عندي الN إيش قد يساوي لي هنا الN 10 رميات رئيسية، هذا الN هاي بالنسبة للN. أوكي، إيش
بعد أنا عندي هسه أحتاج إيش قد قيمة الـ B وإيش قد قيمة الـ Q. بما أنه هو عبارة عن يعني العملة المعدنية اللي هي لو كتابة أو خلينا نقول الصورة، فبالتالي إذن هو مساويات بنمط الاحتمالية نصف إلى نصف. إذن نجي نكمل هسه الحل، نجي نعوض. فإذن هي مفكوك العشرة على مفكوك الثلاثة، عشرة ناقصا ثلاثة كلها كمفكوك. هنا نجي هنا النجاح انه هو راح يحقق الهيد هو شقد، هو عبارة عن نصف مش كم رمية، لان يعني الحالة الاولى هي عبارة عن ثلاثة اللي هو الاكس. هنا بالنسبة لي ايضا حيصير نصف، وحيكون هنا حيكون عشرة ناقصا عدد الرميات الفعلي اللي هو ثلاثة. اوكي، طبعا احنا بس هالمرة راح ايضا حنعيد بشكل تفصيلي وراه، فقط راح انطي نتائج وانتهى. يعني هنا حنكمل كتفصيل فقط كمراجعة مثل ما يقولون. اذا الاكس يساوي ثلاثة ايش راح نسوي؟ راح نجي نسوي المفكوك اللي هو العشرة في التسعة في الثمانية العشرة في التسعة في الثمانية في السبعة في الستة هنا بالنسبة للمطلق هو ثلاثة في اثنين في واحد. أجي هنا أيضا لأن العشرة تروح ثلاثة، فإذا هو السبعة في السبعة في الستة في الخمسة أربعة في واحد، راح يكون هنا مباشرة حنحولها 0.125، وهذا حيكون عبارة عن 0.0078. أوكي، نجي نختصر الموجودات عندنا. هسه هذا ويا هذا، عندي هنا هاي بيها أربعة، هنا بيها واحد، هنا بيها ثلاثة، وهنا راحت. نجي على هسه حاصل ضرب، فراح يصير الـ probability للـ x يساوي ثلاثة، هو عبارة عن 720 على ستة مضروبة في 0.00977566، حاصل ضربهم والقسمة راح تكون إذن الاحتمالية لثلاثة إنه يعني يحصل على ثلاثة هيت هي 0.11872. هذا هسه الناتج الأول للاحتمالية الأولى عندما تكون عدد الرميات هي شقد، يعني ثلاثة الاحتمالية الحصول على الهيد. أوكي، هسه نجي على الحالة الثانية اللي هي في حالة شقد حتكون فهنا شو راح يصير؟ بالنسبة للأربعة راح نجي نكتبها كاحتمالية probability x يساوي لنا أربعة، هي عبارة عن هم نفس الحالة الآن هنا راح يساوي لنا كمفكوك العشرة أربعة، عشرة ناقصا أربعة كمفكوك. أفتح القوس، هو عبارة عن نصف مرفوع للأس أربعة لتمثل x للعشرة ناقصا أربعة، وراح يعطينا الناتج هنا. نجي نفس الحالة بالنسبة للبروبابيليتي للإكس يساوي لنا خمسة، أيضا راح يكون كمفكوك للعشرة على مفكوك الخمسة، عشرة ناقصا خمسة كلها كمفكوك مضروبا في نصف للأس خمسة ونصف للأس ناقصا خمسة، أيضا حينطينا الناتج عندما تكون الاحتمالية هي خمسة. ثم الحالة الأخيرة عندما تكون الـ probability الـ x يساوي لنا ستة، أيضا حصير كمفكوك العشرة مفكوك الستة، عشرة ناقصا ستة كمفكوك، ومن ثم نصف
الأس 6 ضف للأس 10 ناقصا 6، فراح ينطلق الناتج بالنسبة للحالة هذا. بعد هذا كله راح نحاول نجمع قيمة الاحتمالية حتى أقدر أستخرج probability من 3 إلى 6، بحيث أنه أنا أحصل على الهيرتز راح تكون كالتالي، هي عبارة عن احتمالية الثلاثة زائدا احتمالية الحصول على 4 هيرتز زائدا احتمالية الحصول على 5 هيرتز زائدا احتمالية الحصول على 6 هيرتز، الناتج حيكون 0.7734. إذا هسا احنا كملنا الخطوة الأولى اللي هو إنه من خلال الباينوميال ديستريبيوشن القي لي شقد احتمالية الحصول على 3 إلى 6 هيرتز. زين المطلب الثاني حسب السؤال، المطلب الثاني حيقول لي إنه لا، أنا هسا أريده إنه تحصل لي يوزنج من خلال استخدام النورمال ديستريبيوشن ايضا طلع لي الاحتماليه مال من 3 الى 6، واثبتني انه صدق اكو علاقه تقارب من خلال استخدام قوانين خلينا نسميها العلاقه. اوكي راح نجي نطبق. فاذا هسه الحاله الثانيه ايش راح تكون؟ يوزنج ذا نورمال distribution. اوكي فبالتالي اول خطوه لازم نسويها نكتب العلاقات اللي والمعلومات اللي عندي. انا حسب المعلومات اللي عندي probability هو الدايرتها من 3 الى 6 هيرتز. افضل بالبدايه اوكي خلي نكتب القانون حتى نتذكر ايش نحتاج. خلينا نقول z1 يساوي لنا x ناقص mu على سيجما. قلنا بهاي الحالة من يقول لي أوكي أنت طلع لي الاحتمالية باستخدام باينوميال بعدين طلع لي الاحتمالية باستخدام نورمال ديستريبيوشن، إذن هنا أنا يا موضوع دحكي وبي دحكي موضوع العلاقة، معناته هذا القانون أنسى، معناته طلاب إذن يا قانون إذن لازم أطلع أستخدم هذا القانون الإكس ناقصا الإن في البي على تحت الجذر الإن في البي في الكيو. عرفت طلاب أني شون عرفت انه لازم استخدم هذا القانون؟ من ينطيني بالسؤال، من يريد بالسؤال انه استخرج الناتج بحالتين بالباينوميال ومن ثم بالنورمال، وهو كأنه دا يقول لي شوفني العلاقة، اكو علاقة تقارب لو ماكو علاقة تقارب بيناتهم اذا استخدمنا العلاقات. اوكي نرجع نكمل. فاذا بهاي الحالة هسا اجي اكمل، اذا معناتها انه الاحتمالية ايش راح تصير؟ انه الاكس هي أكبر أو يساوي لنا 3، أصغر أو يساوي لنا إيش؟ أرجع وأكتب هاي العلاقة بصيغة الزد. إذن بمعنى آخر إنه الزد هي أكبر من Z1 وهي أصغر 2. أوكي شو أحتاج أنا هنا حسب حتى أقدر أحل؟ أنا أحتاج مجموعة معطيات. المعطى الأول أنا أحتاج الـ LSD، فبالتالي إذا لازم أستخرج الـ LSD. طبعا هنا مبينة ما دام أعداد صحيحة فإذا مقدار الـ LSD هو 1، فبالتالي إذا نصف قيمة الـ LSD هي عبارة عن 0.5. خليها هنا حتى لا أنساها. هذا أول شغلة أنا احتاجتها. أيضا بعد أني شو راح أحتاج؟ بالتالي لازم أحتاج إذا قيمة الـ X1، لأن أنا عندي X1 و X2. الـ X1 هي شو تمثل؟ الثلاثة، والـ X2 هي شو تمثل؟ حتمثلها الستة. فراح أجي هسا إذا بالنسبة لـ X1 حصير 3 ناقصا 0.5. ليش تبتي على أعزاء؟ إحنا إيش قلنا؟ الـ X أكبر أو يساوي 3. أكبر أو يساوي 3، بكلمة اللي يساوي معناتها الثلاثة تدخل، إذا معناتها لازم أني أخذ رقم أقل من الثلاثة، يعني مثلا 2.5. ليش 2.5؟ لكونه أنه أطرح لازم من نصف قيمة الـ LSD، فـ 2.5 وحتى من أصعد هو اللي يقول لي أكبر أو يساوي الثلاثة راح تدخل بالداخل، فلهذا 3 ناقصا 0.5 حيطلع لي بالنسبة للـ X1 قيمته 2.5.
اوكي ايضا نخليها ونحددها هنا. نجي نكمل. اوكي هاي بالنسبه ل 2.5 اجي احاول اعوض هسه. اذا Z1 تساوينا Z1 تساوي بالنسبة للX هو عبارة عن X1 هو عبارة عن 2.5 ناقصا أنا أحتاج الN في البي. الN هو هنا إيش قد أنا عندي بالنسبة للحدود؟ أنا عندي 10 رميات أوكي مضروبة في نصف على نجي نكمل هنا تحت الجذر. تحت الجذر هي عبارة عن 10 في 0.5 لأن البي 0.5 وكذلك الكيو 0.5 نقدر اكتبها تربيع واخلص من عندها بس احنا نريد نفصل جيد ما نقدر. حاصل القسمة والضرب طالبتي على اعزاء ايش راح يصير عندي 2.5 5 على 1 على الصحيح 5.8 1 ايضا عمليات القسمة فيطلع لي سالب 1 على الصحيح 5.8 1. طبعا طلاب وين حنروح؟ راح نروح مباشرة إلى الجدول حتى أستخرج إيش قد قيمة الـ X1 بالجدول اللي هو الـ Area Under the Curve. فبالتالي إذا الـ A من أجي إذا أستخرج الـ A مالتها. طبعا الـ A إحنا باعوا إحنا قلت لكم أنتوا تستخرجوا لي الزت والاكس 1 والاكس 2 انا حنطيكم الاي بس مو معناته من انت استخرجت لو انطيت لك الاي انت راح تكتب القيم الاي حيطلع لي الناتج اللي حسب اللي عندي. طبعا انا حشوف الخطوات اللي قابلها اللي انت سويتها فاذا كانت غلط طبعا اكيد السؤال ايش غلط انت لا تعتمد تقول لي مو انا طلعت الاي صحيحه طبعا لان انا انطيتها لك. مفهوم طالب طلاب الاعزاء؟ فالاي 1 انا اللي حنطيها لك من خلالها فايش قد حيطلع لي للاكس 1 0.4431 هاي خليتها. هسه لازم اني ايش راح استخرج؟ راح استخرج ايش قد القيمه المن لل Z2 اللي هي Z2 ايضا تساوينا هنا ايش احتاج؟ X2 ناقصا لميو على سيجما. اذا احتاج لازم بالبدايه اطلع ايش قد قيمه الاكس 2. الاكس 2 هي لو نرجع شويه هي عباره عن الاكس اصغر الاكس اصغر او تساوي لنا ايش قد 6. بمعنى اخر انه 6 هي داخله السته هي داخله فاذا لازم اخذ قيمه اكبر من السته وتنزل يعني هو اللي يقول لي أصغر أو تساوي بس الستة داخلة فإذا لازم أخذ قيمة أكبر من الستة فمعناتها حضيفة الـ 0.5 حتى أقدر أشتغلها. فبالتالي هنا إيش راح يصير؟ إذا 6 زائد 0.5 حيطلع لي الـ X2 يساوينا 6.5. هاي 6.5 أكيد راح نعوضها وين؟ بالقانون اللي صراحة نشتغله. فراح نجي 6.5 ناقصا لميو مباشرة هو هنا نحن سوينا هياته فعشرة في نصف إذا هو عبارة عن 5 وهنا أيضا السيجما أيضا استخرجناه فهلي هو 1 على الصحيح 5.8 1. عمليات القسمة وعمليات الطرح حيطلع لنا 0.949 هذا أيضا شح يمثل لي هذا يمثل لي قيمة الـ Z2 اللي من خلالها لازم أني إيش أستخرج؟ لازم أستخرج قيمة الـ Area مالتها. فالـ Area 2 راح يعطيني من خلال الجدول راح يعطيني 0.3287. هسه هاي القيمتين اللي أنا استخرجتها للـ A لازم نجي شو نسوي؟ نجمع لو نطرح. طبعا اكو قوانين وشغلات قلنا لكم تقروها بالمحاضرة الاولى اذا اختلاف الاشارة اذا الى اخره فترجعون تقروها المفروض بعد ما اعيدها بس ينبين من هسه حاجة اكتبها هقول probability المن للزت عندما تكون اكبر من سالب 1 على الصحيح 5.8 1 واصغر من 0.949 هذا شنو معناتها انه الأي الأولى الأريا الأولى هي عبارة عن حاصل جمعها ويا من ويا الأريا الثانية حتنطيني قيمة إجمالية 0.7718
ها هي القيمة الإجمالية للأريا. هنا طبعا لازم أرسم لأن إحنا بالنورمال ديستريبيوشن لازم عندنا رسم، فراح نيجي نرسم، راح نيجي هنا مباشرة نحاول نرسم. أوكي نكمل هنا. هاي شو تمثل يطلع طبعا هنا الزت، هاي هنا زت 1 وهاي ايش زت 2. قيمة الزت هي عبارة عن سالب 1 على الصحيح 5.81، والزت 2 هي عبارة عن 0.949. فبالتالي الاحتمالية اللي صارت عندي هنا طلبتي يا الأعزاء هي ايش؟ هي الاحتمالية هي مجموع مثل ما قلنا الـ A1 والـ A2 المحصورة ما بين الـ Z1 والـ Z2. اوكي هسه نرجع لأهم نقطة، هل يا ترى هاي القيمة اللي أنا استخرجتها من خلال الـ Normal Distribution تساوي القيمة أو قريبة من القيمة اللي استخرجناها باستخدام الباينوميال؟ طبعا من نجي نكتب حنقول باستخدام الباينوميال كانت القيمة 0.7734، وباستخدام النورمال كانت القيمة 0.77، خلينا نكتبها بغير مكان، بالنسبة للنورمال كانت القيمة 0.7718. هنا نشبيهم قريبات، فإذا عند مقارنة الحل بالطريقتين نجد أن هناك تطابق كبير في النقطتين وفي الحل. إذا إيش معناته؟ معناته أن الحل مالتنا صحيح وأنه هناك علاقة قوية ما بيناتهم. أوكي هذا بالنسبة للمثال الأول. من نجي على المثال الثاني، What is the probability that at most 90% of 20 students will graduate, given percent of graduate 70%. هنا أكو طلاب أوكي حيتخرجون، بس لازم ننتبه على فد شغلة معينة نجي ننتبه عليها. هنا إيش منطيني that at most إيش 90% of 20، 90% من العشرين طالب هم اللي راح يتخرجون. هنا اذا طلاب هو ما منطيني قيمه او العدد الفعلي للطلاب، هنا منطيني نسبه، احنا ما نشتغل نسب، احنا نشتغل اعداد. فبالتالي اذا الخطوه الاولى لازم نحول هاي النسبه الى اعداد ومن ثم نكمل حل. اوكي هاي رقم واحد. رقم اثنين انتبه علي هنا، يقول لك اوكي اذا كانت النسبه بالمئويه انه 70% هم ايش اللي حيتخرجون، اذا هاي ال 70% يا ترى شو تمثل؟ هل تمثل البي ام البي ام تمثل الكيو؟ اكيد راح تمثل ايش البي. نرجع حتى نحل. فاذا وطبعا آسف بس نرجع ثواني، وأيضا أكيد هو بيش دايريد الحل، دايريد الحل بالبداية من خلال استخدام الباينوميال، والحالة الثانية لو نجي نشوفها هنا هو باستخدام النورمال ديستريبيوشن. أوكي فإذا راح نطبق الـ A حتى نشتغله. فإذا أولا الـ A من خلال using the binomial ايش distribution، نجي على المعطيات وحده وحده نقول اوكي هو الاحتماليه اللي انطاها الي، الاحتماليه انطاها الي ايش قال لي at most انه 90 بالمئة من العشرين طالب هم اللي حيتخرجون. بمعنى آخر إنه الـ probability اللي هي at most حتكون لمن؟ للـ 18 طالب. يعني أنا فقط هاي الـ 90% هي شو تمثل؟ 18 طالب. أنا هاي اللي يهمني، أنا ما أشتغل نسب، أنا أشتغل أعداد. فإذا نجي نكتبها من جديد بصيغة
الثانية. طبعا هذا الحكي كله ينكتب بالامتحان، انا شلون دا احلل؟ المفروض انت ايضا ترجع وتكتبها بهاي الصيغة. The probability at most اللي هو 18 ايش راح يساوي لنا؟ حيساوي لنا probability لل x اصغر او يساوي 18. احنا قلنا في حاله الاتموس فاذا حتكون اصغر او يساوي، وفي حاله الاتلس حيكون اكبر او يساوي لنا 18. اوكي، اذا هنا الشيء يريد هسه من عندي اني استخرج احتماليه النجاح لل 18 طالب. اذا معناتها لازم تكون القانون كالتالي: probability للصفر زائدا probability للواحد زائدا probability للاثنين زائدا الى اخره probability المن لل 18. وهذا مستحيل انه انت راح تقعد بتستخرج بامتحان، قاعد بالامتحان او حتى بالهسه يعني كهوم ورك بالبيت راح تستخرج لي 18 قيمه وبعدين ترجع تجمعها، ايش قد حتحتاج وقت. فنطبق طريقه ثانيه بسيطه جدا، انتبه وياها يا طالب العزيز. احنا سجل نقول انه ده يحتاج للبروبابيلتي لنجاح 18 طالب، فبالتالي راح نبدي من الصفر والواحد والاثنين والثلاثه والخمسه والعشره الى نوصل الى 18. لا، اكو طريقه اسهل اللي هي بما انه بالاصل البروبابيلتي ايش قد طلابي هي مو واحد عدد صحيح، يعني اذا هذا الواحد عدد صحيح اطرحه من القيمتين البقت من ال 18 طالب اللي هو منو البقى عندي طلاب الاعزاء؟ بقى عندي probability لل 19 زائدا probability لل 20، يعني دول الطلاب الاثنين اللي فشلوا. اذا طلعت قيمتهم هذول الاثنين، اذا طلعت قيمه هذول الاثنين وطرحتها من واحد ما راح يطلع لي مال 18. افتهمتوا طلاب الصيغه؟ حنعيد على السريع. بما انه هو اصلا رايد مال 18 طالب، أنا ما معقولة راح أكتب القانون موجود هسه أمامكم probability الصفر زائدا للواحد زائدا الاثنين إلى 18، وإنما أطبق الصيغة اللي هي بالأصل probability يساوي لواحد، أطرحها من المتبقي اللي هم الطالبين الفشلوا اللي هم لنفرض يمثلون probability رقم 19 زين زائدا probability رقم 20. طلع قيمة probability لل 19 وال 20 واطرحها من الواحد راح يطلع لي مال 18 طالب. اوكي، نجي هسه نطبق هذا الحكي اللي كتبناه. شو راح تقول لي؟ حتقول لي اوكي، بما انه البي هنا ايش قد يساوي لنا 70%، شلون عرفتها 70% طلابي؟ لان هو دا يقول لي، دا يقول لي اذا كانت اذا النسبة مال النجاح هي ايش قد كانت؟ هي كانت عبارة عن 70. اوكي، إذن على هذا الحكي لكيو شح يساوي لنا الو... يعني كأنه نقول 100 ناقصا 70، فإذا لكيو حيساوي لنا 30%. أوكي، نجي نطبق بالنسبة للقانون مال باينوميال. فالبروبابيلتي للإكس يساوي لنا 19 حيكون كالتالي: الN الكلية اللي هي تمثل لنا 20، هالمرة لأن أنا قلت حاشتغل على 19 والعشرين فراح أقول 19 أوكي والعشرين ناقصا 19 كمفكوك، وطبعا أكيد أنا أيضا كمفكوك مضروبة في 0.7 مرفوعة اللي هو 19 بهاي الحالة، وهنا 0.3 اللي هي العشرين ناقصا 19. أوكي، ايضا حاصل قسمة وضرب، يعني بعد قلنا ما ندخل بهاي التفاصيل حيطلع 6 عدد صحيح 8 4 في اوكي ثواني، حيطلع لنا 6 عدد صحيح 8 4 في 10 والسالب 3. نيجي هسه لما نستخرج بالنسبة للاكس يساوي ال 20، فبالتالي اذا 20 كبروبابيلتي 20 ايضا كمفكوك 20 ناقصا 20 كمفكوك 0.7 لل 20 0.3 لل 20 ناقصا 20
طبعا نقدر مباشرة هاي حتروح ويا هذا وهذا قيمته هنا صفر وهنا هذا أيضا صار قيمته صفر المهم إلى آخره راح نستخرج